ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولكن في مقولة دارجة بين الناس وبالأخص الستات: قطع الجواز وسنينه. طبعا المقولة دي بنسمعها كتير في مجتمعنا وكمان بالأخص المجتمع الريفي، أو حتى في الأمهات، حتى في البيت دايما أي حاجة تحصل خالص صغيرة: قطع الجواز وسنينه، قطع الجواز وسنينه. أنا كنت لسه صغيرة، إيه اللي دخلني على الهم ده؟ إيه اللي دخلني على الهم ده؟ إيه اللي خلاني أشيل المسؤولية دي؟ أنا كان لسه بدري عليا خالص، أنا إيه اللي خلاني استعجلت؟ أنا مش عارفة إيه. طبعا أمهاتنا كلنا بتقول الجملة دي، وجملة شهيرة جدا ويعتبر من التراث بتاعنا كمان. أنا كنت قاعدة مرتاحة عند أهلي بيقدموا لي الشرب وبيقدموا لي. وملكة أنا كنت أميرة في بيت بابا. طبعا والكلام ده طبعا بنسمعه كتير قوي. طبعا اي حاجه طبعا نعملها لماما في البيت خلاص قطع الجواز بقى وسنين وكل الكلام اللي احنا بنسمعه ده. وكمان من ناحيه تانية احنا بنعاني من شويه كلام زي البنت ملهاش غير بيت جوزها. انا بصراحه بشوف ان المقوله دي صح وخطا في نفس الوقت. انتوا رايكم ايه يا بنات؟ هي طبعا حقيقه، هي ممكن يعني تكون صح في بعض الاوقات وغلط في اوقات تانية. صح طبعا يعني، لو الزواج اصلا ما بين التفاهم ما بين الطرفين والتناغم وكده، ولكن لو الزواج اصلا ما فيش فيه تفاهم او تناغم فاصلا لا يعني وتلاقينا قاعدين مع بعض كده لما يكون عندنا امتحانات بقى وسكاشن والكليه والشغل، نقول ايه ده، في البنت ملهاش غير بيت جوزها على طول، حالات ودوني على بيت حبيبي نعيش مع بعض فيه بالظبط. انا ايه اللي رماني، ايه اللي رماني لده كله، ايه اللي رماني للشغل وحاجات الكليه وحاجات الشغل كتير جدا، وتقوم البنت هنا بقى خلاص خدت السكه السريعه جدا ويلا نتجوز. يلا انا عايزه اتخطب، يلا بعدها باسبوعين عايزه اتجوز. يلا مع ان ممكن يكون القرار في الفتره دي مش في مصلحتها خالص فعلا. بصي يا ساره، انا بتكلم ان هو ايجابي من ناحيه وسلبي من ناحيه. الايجابي من ناحيه لو في تفاهم ما بين الطرفين يبقى الجواز حلو جدا وفي تفاهم وتناغم وكل الكلام الحلو ده، ولكن طبعا لو البنت اصلا ما فيش تفاهم ما فيش تناغم طبعا هيكون في مشاكل كتير، وطبعا ما بيكونش الجواز طبعا ما بينهم يعني معنا قائمة. معنا مداخلة تلفونية دلوقتي، أستاذة بسمة من المنوفية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أنا بحييكم كلكم جميعا. ربنا يخليكم يا رب، أهلا بيكي. وبحيي الأستاذة سارة بالأخص. أهلا بيكي يا بسمة. بيكي يا رب. أنا بسمة حسين من المنوفية. أهلا بيكي، اتفضلي. أهلا بحضرتك. أنتوا بتتكلموا عن الجواز ومشاكل الجواز والحاجات دي كلها يعني. إيه رأيك يا بسمة في الجواز؟ شاركينا موضوع. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ بصي أنا متجوزة بقالي 10 سنين، تمام؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. أنا عندي 3 بنات. ربنا يخليك. وحاليا أنا محامية. ما شاء الله ما شاء الله كويس. طب ابتديتي الكارير بتاع المحاماه من البدايه ولا بعد الجواز؟ الايه؟ بقيتي محاميه من بدايه او من قبل جوازك ولا من بعدها؟ لا انا كنت في الكليه، انا متجوزه وانا في الكليه. طب دي كانت حاجه سهله؟ كملي. أيوة. وكملت وانا في البيت يعني، كان معايا بنتي الكبيره. طب بتشوفي بس ان الحياه بتشوفي ان الحياه صعبه لما البنت تكون متجوزه وهي في الكليه، ولا حاجه عاديه عادي وبتمشي امورها وبتكون يعني حاجه عاديه عادي زي البنت عادي وهي برضو بعد الكليه؟ لا دي حاجه ترجع لقدراتها، هي تقدر تكمل ولا لا. في ناس ما بتقدرش تكمل، في ناس تقول لا يعني بتبقى مسؤوليه كتير عليها زياده عليها وكده، ف دي بترجع للقدرات نفسها. لكن لو البنت عندها تطلعات ان هي تكمل وتبقى حاجه وتبقى حاجه في المجتمع، فاكيد يعني بتبقى بتفرق في حياتها حاجه يعني 100%. اكيد طبعا. اكيد طيب يعني إيه؟ فعلا البنت ملهاش غير بيت جوزها وقطع الجواز وسنينه بقى وكده؟ لا هو اكيد البنت ملهاش غير بيت جوزها فعلا وبيتها واولادها والكلام ده، بس في مشاكل بقى يعني احنا بنشوف بقى في الاسره في محكمه الاسره حاجات كتير جدا. فعلا الطلاق زاد قوي الفتره دي. بالظبط فعلا. إيه يعني طيب ايه رايك؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم. طب ايه رايك بما انك بقى محاميه، رايك في البنات اللي هو من اول مشكله بتحصل في بيتهم انا عايزه اطلق؟ انا لازم اطلق. فعلا بالظبط. اكيد لا يعني دي اكيد يعني بتبقى هي يعني ايه لسه صغيره مش هي حاجه يعني فاشله إيه. جدا. لا ولكن حسب برضو المشكله برضو يا ساره، انت وندى وحضرتك طبعا يا استاذه بسمه، انا بشوف بصراحه حسب المشكله. طبعا لا بس لا برضو مش كل حاجه، مش كل حاجه يا استاذه بسمه. عندها صبر وكل حاجه ولكن يعني اتفضلي يا استاذه بسمه كملي.
اول سنه في الجواز دي لازم بيبقى يحصل فيها مشاكل كتير، لان فتره الخطوبه بتختلف عن فتره الجواز نهائي خالص خالص. مظبوط. كله بقى بيبان على حقيقته بقى، يعني كله بيبان على حقيقته. في بقى يعني في مشاكل بسيطه. طب انا عايز اسالك على حاجه يا استاذه بسمه. اتفضلي. الانسان بيتغير، يعني المقوله بتاعت هيتغير بعد الجواز، انت لاحظتي الحاجه زي دي؟ في بيتغير. طبعا في في بيتغير. البنت والولد نفسه، يعني هما الاثنين لما بيبقوا يعني يعني متمسكين ببعض وماسكين في البيت بالظبط بيتغير لما يكون في حب. في بصي هقول لك على حاجه، هو الحب ده بصي بيتساب على باب البيت اول ما بيخش، يعني في حاجه ثانيه بقى، في عشره وفي بيت وفي مظبوط العشره والبيت فعلا واولاد يعني كمان، يعني ربنا قال كده في موده وفي رحمه. فلازم يعني لازم البنت بتيجي على نفسها شويه والشاب برضه بيجي على نفسه شويه، وكله بيعدي يعني، يعني كل اي حاجه اي مشاكل في الدنيا بتعدي. اهم حاجه فعلا ان هم فعلا يكونوا مترابطين دايما مع بعض ويعدوا كل اللي الحاجات دي كلها والمشاكل وكل الحاجات دي كلها، علشان خاطر كمان مين يا استاذه بسمه؟ اولادهم. عشان خاطر اولادهم وعشان خاطر بيتهم وعشان خاطر حياتهم. يعني بص ما يبقوا الاثنين متفقين مع بعض بيقدروا يكملوا، يعني هم يعني بيبقوا خلاص ماسكين في بعض. استاذه بسمه بنشكر حضرتك جدا، بنشكر حضرتك جدا لحضرتك بسمه نورتينا. هنكمل موضوعنا، هنكمل موضوع بقى نتكلم فيه. هو فعلا يعني هو بيتغير عشانك انت، طالما هو لو انت هو فعلا لو في حب فعلا فالولد فعلا بيتغير او الراجل ساعتها فعلا بنشكر بيتغير. بنشكر استاذه بسمه طبعا، بنشكرها على التواصل طبعا المداخله اللي هي عملتها معانا دي، المداخله وشكرا على المشاركه في الحوار فعلا. وشكرا كمان ان حضرتك محاميه فديتينا وكمان متزوجه وكمان خبره ما شاء الله. ربنا يبارك فيك ويبارك في اولادك باذن الله يا رب يا رب. فاحنا بقى دلوقتي سؤال بقى، الحلقه بتاعتنا النهارده هيتغير، يعني فعلا في راجل فعلا بيتغير بعد الجواز؟ في او اثناء الخطوبه حتى؟ انا بشوف بصراحه لو هو فعلا في حب فعلا وفي تناغم وفي ان هو فعلا بيضحي. عارفه يا نيره بيكون موجود بس لو الراجل ده فعلا عنده القابليه ان هو يتغير. ايوه فعلا. في رجاله يقول لك لا انا الراجل بالزبط. يعني انا الصح في كل حاجه، انا كمان بيكون متمسك برايه وانا اللي اعمل. ايوه بالظبط، لو ايه انا كده اتعاملي معايا انت عاجبك كده. عاجبك مش عاجبك خلاص يلا باي، مش عارف ايه بتعيشي معاه زي العروسه المتحركه زي الكائن الالي يعني اللي هو بالظبط بالظبط كده اللي هو اعملي كذا ربي الاولاد خلاص كده انت حياتك خلصت على كده اللي هو مزبوط. الحاجه الروتينيه معانا معانا مداخله تليفونيه. مدام رشا من المنوفيه. الو 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 ممكن توطي الصوت بس شويه؟ يا ريت تسمعينا من التليفون. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم جميعا، البرنامج بتاعكم جميل جدا وانتم بصراحه مميزين جدا. ربنا يخليك. شكرا جدا جدا وبالاخص ساره. تسلمي لي يا رشا. تسلمي يا بقى. اشمعنى ساره؟ احنا من المنوفيه بقى زي بعضينا يعني. كلنا 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 بنمشي بيه. ومن المنوفيه ومن مركز السبع. لا يا ستي اكيد صحابك بقى في ايه؟ اهلي ممكن تكونوا اهلي وانا مش عارفه. لا بصراحه انتوا كلكم مميزين جدا وبتمنى لكم بصراحه يعني طب راي حضرتك في الجواز ايه؟ حضرتك متزوجه؟ بصراحة بصي هو أيوة. هي البنت لما يعني البنت لما بتيجي تتجوز وكده فطبعا يعني وهي انسه لسه بتحلم بقى بالجواز وبتحلم بالفستان الابيض و والطرحه وازاي هتقدر انها تسعد جوزها ازاي وتخلف وكده يعني. فكل مرحله وهي لها مميزاتها بصراحه. حضرتك مع مقوله قطع الجواز وسنينه ولا مع مقوله البنت ملهاش غير بيت جوزها؟ لا هي البنت ملهاش غير بيت جوزها. علشان حضرتك متزوجه؟ متزوجه بقالي 15 سنه. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. عندك اولاد ايه؟ راح عقبالكم جميعا. تسلمي يا استاذه رشا ربنا يخليكي. هو الصراحه لا هو هي كل مرحله ولها مسؤولياتها ولها. انا عندي ثلاث اولاد. ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. طيب بتفضلي الجواز في مرحله الجامعه ولا بعد ما تخلص دراسه؟
معلش يا لا ساره هي الوقت بصراحة بعد ما هيهمنا، تخلص دراسة. معلش الوقت ده شكرا، انا بشكر معاكي حضرتك المكالمة. جدا، كان نفسنا نكمل شكرا معاكي ليكي، المكالمه، بس ان شاء الله هنطلع في حلقه تانية ان شاء الله. ان شاء الله بإذن خلونا الله. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا استنونا. توريدات الوادي، الشركة التي أحدثت فارقاً في سوق المخلفات الزراعية. تبن القمح، تبن الشعير، البرسيم الحجازي. مصادرنا جميع شركات شرق العوينات، المزارع الكبرى بالدخلة والفرفرة، أكبر مساحات مزروعة في جمهورية مصر العربية. منتجاتنا تتميز بأنها مطابقة للمواصفات القياسية، أكبر كميات، أعلى كبس، الأجود. خدماتنا توريد جميع الكميات في أقصر وقت، فريق جودة لاستلام واعتماد منتجات، أسطول من عربات النقل الثقيل للتوصيل حيثما كنت. نمتلك فريقاً متخصصاً لمتابعة وتأمين عمليات النقل. توريدات الوادي، نفخر بأننا شركاء في دعم الثروة الحيوانية بتوريد خامات الأعلاف. للتواصل والاستعلام اتصل على 010-9997-7707 أو 012-707-17072. توريدات ماركتينج @gmail.com. حلقتنا النهارده كانت جميله ومميزه جدا وفيها مواضيع كتيره، وان شاء الله نكون معاكم في مواضيع اكتر. نورتيني يا ساره، نورتيني يا نيره. لكن كان نفسنا نقعد معاكم اكتر وقت اكتر من كده، ولكن خلصت حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم بدون سابق انذار، كل يوم اثنين الساعه 5 مساء على قناه الصحه والجمال. مع السلامه. مع السلامه، نسيبكم في رعايه الله. باي باي.